بوك ديوبر غلبان، شنطته الملك ورجليه فقفعت من اللف، فقاعد مريح عوام زي عامة الشعب على البلاط. ولسه في قاعات ما رحتلهاش اصلا. الله يعطيك الف عافيه يا خيي. ويلكم تو معرض الكتاب الرقم 2 او المره الثانيه اللي هنيجي فيها ان شاء الله النهارده بتاريخ 3/2 يوم الخميس. يسري جاي في السكه، هو فعلا وصل يعني دلوقتي داخل على البوابه. عندنا شويه حاجات هنعملها كده وان شاء الله يبقى في لوك لطيف كده بسيط خفيف، وعندنا ايفنت حلو كده ان شاء الله، حفله توقيع دكتور سراج منير. يعني بفكر نعمل كده حاجه لطيفه كده، نعمل فيديو منفصل نقعد نتكلم معاه شويه انا ويسري، نزنقه في النص كده، نخبط سؤال من هنا سؤال من هنا. يلا بينا. The man, the one and the only يسري عفت. يسري اهي. وصلنا ثلاثة هنا بقى، يعني دخلناش المرة فاتت، خدنا بسرعة كده. هنا دور النشر العربية. ايوه طلعني عندك عشان تسير. بص دي دار كتارة. الله ينور عليك. فيها بتاعت المخزنجي اللي نزلت كسبة 2020 نازلة بالانجليزي. ايوه انا حصل اهي. دي رواية الرديف اللي خدت 2020. محمد المخزنجي اهو منور بالعنجليزي يا مخزنجي. ودي اللي خدت 2018 روايه باري ابراهيم احمد عيسى اهو برضو، بس هنا طالع بالبدله. عندنا في مصر بيطلع من غير البدله. دكتور ممكن نسلم على حضرتك؟ زحرك يا دكتور، عامل ايه؟ ازيك يا شباب؟ نورتوني يا عم الدين. الحمد لله يا دكتور. منورين الدنيا ومنورين السوشيال ميديا ومنورين كل حاجه. ده نورك يا دكتور. ازيك يا طارق؟ الحمد لله. حاسس ان انت اكبر مني بمراحل. اهو اهو بتكبر كل شويه يا عم طارق. يا ربنا يخليك يا دكتور، ده يعني لو معنويا اوكي، اما جسديا بلاش. سمعنا دكتور ده جميل وممكن يقص حاجات في الحاجات. والله اخر مره بتصور معاه ماسكني كده من الحته دي زياده، عايزين نشيل ده لو النبي. ولقد اصررنا بعد حفل التوقيع ان احنا لا مؤاخذه يعني نزنق دكتور سراج منير في انترفيو على جنب كده فعند الدار. من عناية. يا سلام، ده حاجه تسعدني جدا يعني. اول حاجه ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ ازيك يا سريع، دل على سلامتك. الله يسلمك يا رب. اول سؤال بقى اساله، العمل الجديد حكايه جديده للاندلس، عايزين كده فكره سريعه عنه. حكايه جديده للاندلس هو يعني يعتبر جديد وقديم، هو لسه جديد في مصر، بس هو الروايه فايزه بجائزه الشيخ راشد بن حمد سنه 2020، يعني بقى لها سنتين. الروايه فكرتها عن ماذا لو حاولنا نغير التاريخ، وخصوصا لما بنفكر في مأساة فلسطين ومشكلتها بنفكر دايما في الاندلس زمان وراحت ازاي، وهل كان ممكن فعلا ان احنا لو في حاجه في التاريخ اتغيرت ممكن نغيرها ولا لا، هل لو احنا رحنا غيرنا حدث محوري في تاريخ الاندلس هل ده هيغير تاريخها وهتفضل موجوده لحد النهارده ولا لا. فكره كلها ان الابطال نفسهم اللي رايحين يغيروا ده ناس منتقين من عصور مختلفه، ما فيش اي حاجه تجمع بينهم. طبيب مصري، شابه محاربه من الفايكنج، محارب اندلسي، مهندسه تقنيات يابانيه من القرن 22، كل حد فيهم من قرن مختلف ومن زمن مختلف عشان يغيروا خليفه مكان خليفه، ويغيروا حدث محوري اللي هو بيأثر بعد كده على تاريخ الأندلس كله. فالأحداث بتدور ما بين إطار تشويقي إلى حد ما وما بين إطار تاريخي بيعيشك في الأندلس ويعيشك في الجو بتاعها بشكل كامل. يعني أنا برضو من ضمن الحاجات اللي أطلعها يعني قريت أغلب الحاجات، دايما بشوف في تنوع في كل مرة، نلاقي في العمل يعني واخد أكتر من جنرا، واخد اكتر من ستايل، بس دايما بيكون في حته الحكايه الرومانسيه. والله ما بتبقاش دايما مقصوده، بس هو لما دايما
دايما بتجمع في عمل درامي بني آدم في غربة أو في مكان مختلف عنه مع إنسانة تانية. غالبا الرومانسية بتتولد من الموقف، ما بتبقاش مفتعلة. يمكن في عشق في جنوب الهادي مثلا هي الرواية أصلا رومانسية، بس الجزء الأولاني من الرومانسية اللي بين كامل وأروى فيه كتير يحسوا انه في شويه افتعال يعني. بس ده مقصود، ان الرومانسيه المثاليه زياده عن اللزوم هي رومانسيه مفتعله. فالرومانسيه اللي بتبقى في الروايات غالبا بتبقى نتيجه انها جزء من الحس الانساني. انت في الروايه بتصور الحس الانساني بصفه عامه. انا بقى من حق اسال برضو، الدنيا مش كده يعني يا استاذ يسري، عايزك تكلمني عن فكره ان انت يعني احساسك اولا، سيبك من دي في الاخر، عايز ازاي بقيت دخلت الجائزه اصلا او الكواليفيكيشن بتاع الجائزه، لان الروايه اللي خدتها كمان مش روايه سهله، روايه صعبه، روايه حكايه جديده للاندلس، روايه مكتوبه بصعوبه يعني. تمام. فيها دراسه تاريخيه، فكلمني انت اول ازاي دخلت الفكره. هو وانا بكتب الروايه ما كانش في بالي حكايه الجائزه خالص، بس بعد ما خلصت احد الاصدقاء اقترح عليا، قال لي في جائزه جديده، دي تاني دوره ليها، اسمها جائزه الشيخ راشد بن حمد، والجائزه دي على النصوص غير المنشوره. قبل ما ابعته بعتها لاكثر من محرر عشان برضو اشوف القوام بتاع العمل برضو هيمشي مع فكره الجوائز، لان انا ما عنديش خبره شويه في الجوائز. وطبعا اجريت بعض التعديلات عليها بناء على بعض النصايح، وفي الاخر قدمتها في الجائزه. وطبعا كانت مفاجاه كبيره جدا ليا لما اترشحت للقائمة الطويلة، قلت كده جبرت الحمد لله، تعشينا كده ومش عايزين اكتر من كده، بقى اسمنا اتحط في قائمة وخلاص. وبص لقيتها بقت في القائمة القصيرة. يوميها الكاتب ادهم العبودي كان معانا مترشح، فكان بتاعت الشباب نشرت وقال لي ان هو جاله ايميل وخلاص، وان هو في القائمة القصيرة ولسه الكبار ما ظهرتش، بس هم يعني انا توقعت بقى بدل ما بعتوليش ايميل خلاص مفيش بقى كفايه كده وشكرا. ببص لقيتها في القائمه القصيره، قلت ده حلو قوي يعني كده، ايه اتعشينا بقى ده كده تمام مش اكتر من كده يعني. خصوصا الاسامي اللي موجوده كلها حتى في القائمه الطويله كلهم ناس ذو باع طويل في الادب، مش ادباء صغيرين ولا ناس مغموره. والحمد لله لحقنا على الشرطه الاخيره وخدت الثالث في الناس اللي فازت يعني. بسم الله ما شاء الله. ومعايا كان الاديبه التونسيه اميره غنيم، وهي استاذ لغويات في جامعه تونسيه، ومعانا الاستاذ عبد الله غزال، ده كاتب ليبي كبير هو اللي كان واخد المركز الاول. فالحمد لله. ايه اللي الهمك بقى الروايه اصلا بقى من الاول قبل ما تيجي تكتب؟ من زمان بفكر في فكره الاندلس زي ما كل الناس بتفكر فيها يعني، دايما بتيجي ان 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 في ايه النقطه اللي فيها الاندلس وقعت، الخلافات اللي في اخر 20 سنه ولا 100 سنه هي السبب، ولا الموضوع اقدم بكتير. اثناء الكتابه واثناء القرايه للب المشكله، هو الموضوع مش موضوع شخص ولا حاكم هتغيره، الموضوع موضوع ان في عرقيات مختلفه كتير، تكوين اجتماعي هو الـ 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 الاختلاط ده طلع حاجه حلوه قوي، وفي نفس الوقت طلع حاجه مش حلوه قوي، ان دايما الحاكم في الاندلس كان عمال يوافق بين توازنات صعبه جدا، بين عرقيات صعبه جدا. الهموم دي بتشغل دماغك يعني، انا بلمسها، انا لمستها في النياندرتال، اسقاط على القضيه الفلسطينيه، الترابيه الشتات، الاسقاط على قضيه الاضطراب ومشاكل الوطن العربي، في الاندلس حكايه جديده للاندلس، الاسقاط على حال المسلمين زمان وحالهم دلوقتي، التفكك اللي احنا فيها اسقاط واضح بس موجه لقارئ اعلى شويه يعني. تمام. فكلمني عن الفكر اللي انت عايز توصله. احنا مشكلتنا احنا في عالم عربي، دول لها تاريخ مشترك ولغه مشتركه وثقافه واحده، ومع ذلك اختلافاتنا الصغيره موقعانا في مشاكل كتير يعني. انت حتى ماتش الكوره بيعمل ضغائن بيننا وبين بعض، ماتش يعني في حاجه اتفه من كده، ماتش كوره بيعمل ضغائن بيننا وبين بعض. في المنطقه العربيه بصفه عامه في اقليات عرقيه، احنا عندنا في منطقتنا العربيه في اكراد، في امازيغ، في نوبيين، في عرقيات تانية مش عربية بس بتدين بالثقافة العربية. احنا برضو مش عارفين نقبل بعض ومش عارفين نبلع بعض، هي دي مشكلتنا الكبيرة، ودي اللي دايما شغلاني في كل الأعمال اللي بكتبها، ان احنا ازاي نقبل بعض. كتبنا تاريخي، خيال علمي، كتبنا رومانسي، كتبنا واقعية سحرية، نروح فين اللي عامل الجاي؟ مش عارف لسه والله. لا بيكذب، مفيش خطة. لا بيكذب، لا حقيقي مفيش حاجة لسه يعني. أنا في دماغي فكرة كده بس لسه غالبا هيبقى فيها جزء تاريخي برضو، بس بفكرة تانية يعني، فكرة التاريخ الموحد يعني. أنت دايما لما تبص على مثلا تاريخ الأندلس بتبص له بمعزل عن إيه اللي كان بيحصل في مصر ساعتها، فأنا في دماغي عمل بيجمع دول مع بعض. يمكن في كافور الأخشيدي، وكتير جدا لما أروح كاجل الأندلس علقوا على الحتة دي، قالوا هو أيام محمد بن ابي عامر كانوا الفاطميين بيحاولوا يخشوا مصر، كان في مصر فيها كافور الاخشيدي، كان المتنبي موجود في الوقت ده يعني. الربط بين الحاجات دي هو فكرتي في الروايه الجايه الى حد كبير يعني. ان شاء الله باذن الله دي كمان اللي جاي لما تتكتب ان شاء الله تكون خدنا وقتك كتير. شكرا شكرا يا دكتور. الف شكرا. شكرا يا يسري، متشكر جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه. واستاذ يسري عفت بيصور الفلوج بتاعه، وممكن تطلعنا عندك يا استاذ يسري عشان نشير. انت موجود في قلبي طبعا. وراهم استاذ كريم وهيز جانج فرفوره
يس ومعاهم إصدارات أطفال. انتوا جبتوا الكلام ده من نهضة مصر ولا رحتوا خمسة؟ يس. فرحة هتعمل فيديو مشتريات للأطفال. أصغر بوك تيوبر في مصر؟ يس يس. لا يا عم مالك الكتاب. اتكلمنا عليها قبل كده في فيديو أرخص الأماكن في معرض الكتاب، تلاقوا فيها حاجات من أول جنيه مصري واحد فقط لا غير. سلسلة الجوائز. مكتبة الإسكندرية. كان شغل قيم جدا برضه. ده دكتور حسين عبد البصير. بوكتي اوبر غلبان. شنطته اتملت ورجليه فقفعت من اللف. فقاعد مريح عوام زي عامة الشعب على البلاط. ولسه في قاعات ما رحتلهاش اصلا. الله يعطيك الف عافية يا خيي. أنا طارق عز الفائز بالمركز الأول في جائزة آي ريد لموسم 2021 كتاب اليوم الأخير. الكتاب موجود في دار الرواق. استناكم تجيبوا الكتاب وتقولوا لي إيه رأيك في الكتاب بكل بساطة. الكاتب الزميل أستاذ محمد صادق. أستاذ محمد صادق أيوه زميل. إحنا لزملائك. أيوه زميل ولا مش زميل؟ إحنا لزملائك وبنحبك يا كتاب اليوم الأخير بتاعي نزل مع الرواق يا جماعة. طبعًا طبعًا. أستاذ محمد صادق. زي حضرتك كده. كلمني عن حبك لقناة كوكب الكتب. والله أنا بحبها جدًا فعلًا. قناة فيها مجهود حلو وفيها يعني حد بيجتهد قوي وانا بحترم اي حد بيجتهد. السلام عليكم. فبجد والله العظيم يعني قناه كويسه وانا بتابع فيديوهاتها وما بشوفش فيديوهات اللي هو بس بينقدني فيها لان انا بحب اسيبه براحته. هو ينتقد براحته وايه في الاخر يقعدوا يقولوا شتمك في الاخر بس بقول مش لا والله انا مؤدب عادي حبيبي بجد مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يحافظ لك على قناتك انت فاهم قصدي؟ اه طبعا. ويبارك لك فيها. وان شاء الله دايما من نجاح لنجاح وتكسر الدنيا بقى. ما تقول لي ايه الاخبار الجديده اللي جايه في السكه الافلام الحركه يعني ادينا بريف كده الدنيا ماشيه ازاي؟ احنا عندنا في بضع ساعات في يوم ما نتصور خلاص وهينزل ان شاء الله السنه الجايه وهبته 2 ان شاء الله برضو. وفي تعاقد على روايه ثانيه تتحول لفيلم بسم الله ما شاء الله. اه يا باشا حقك كفايه ان احنا بسم الله ما شاء الله. حبيبي بسم الله ما شاء الله. مين فيهم انت كاتبه؟ الاثنين انا كاتبهم السيناريو. واللي جاي كمان؟ بضع ساعات وهبته 2 واللي بعديه بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انت عامل بقى مسابقه عندك قول لهم انهي روايه تتوقع انها تتحقق. صح. واللي يكسب؟ هخليها مجموعة اصدارات محمد صادق. ماشي يلا اتفقنا؟ يلا بينا والله. خلاص انا ثبتك كده؟ حبيبي اتفقنا. عمري رجعت في كلمتي؟ خالص. صباح الفل. خدنا وقتك كتير؟ لا بالعكس. تسلم.